أولا لدينا الجوائز الكبرى، جوائز مجموعها 740 ألف دولار، ولكن الحقيقة أن هذا الرقم ليس هو الجائزة الحقيقية أو كل الجائزة، لأن هناك إنتاجا للأعمال السينمائية للأعمال الفائزة. فالإنتاج كما تعلمون يكلف الكثير، وهو قيمة مضافة لهذه الجوائز. فستنتج 4 أعمال سينمائية. الجوائز الكبرى أعلن عنها، كل هذا أعلن عنه حقيقة، لكننا نستعرضه الآن للتذكير. المركز الأول 100 ألف دولار، والمركز الثاني 50، والمركز الثالث 30. الأفلام ستنتج من العملين الأول والثاني، ويحدث ذلك أيضا في جائزة السيناريو، حيث يحول المركز الأول العمل الفائز بالمركز الأول والثاني إلى أفلام سينمائية. هنا 8 جوائز، هنا لدينا مسارات، 8 مسارات، كل مسار تكرم فيه رواية فائزة، رواية في التشويق والإثارة، رواية في الغموض والجريمة، الرومانسية، الفانتازيا، الكوميديا، التاريخ، الرعب، الواقعية. هذه المسارات 8 ستكرم أيضا بجوائز قيمة. بالنسبة للرواية المترجمة التي أشرت إليها قبل قليل، يلاحظ أن هناك جائزة كبرى قيمتها 100 ألف دولار، وجائزة للناشرين العرب، وأخرى جائزة الجمهور. ويتساءل البعض كيف الجمهور سيصوت، أو كيف سيتدخل في موقع الجائزة. سيكون هناك فرصة للجمهور ليختار عملا من القائمة الطويلة التي سيعلن عنها في حينه، وهذا طبعا سيشرك عدد كبير من الجمهور في هذه العملية لكي لا تغدو حكرا على فئة معينة من فئات المجتمع.